حذر تقرير بريطاني من تعرض القارة الأوروبية لأكبر صدمة للطاقة في تاريخها مهددة المنازل وموارد الإنتاج الأوروبية. بحسب التقرير اللي نشرته صحيفة تيليغراف البريطانية، فإن أوروبا على موعد مع الصدمة في الطاقة. أوضح الخبراء المشاركون في التقرير أنه إذا تعذر استعادة عمل نورد ستريم، فإن ألمانيا والدول المجاورة لها ستشعر بضغط كبير على اقتصادها، خاصة وإن الاتحاد الأوروبي يستعد الآن لفصل الشتاء، لذلك يخطط لملء مرافق تخزين الغاز. لكن العملية أصبحت أكثر تعقيداً، حيث رفضت بولندا والدنمارك وبلغاريا دفع ثمن الوقود بالروبل، وفقدت الإمدادات من روسيا. وفي نفس الوقت خفضت غازبروم الغاز عبر نورد ستريم بسبب كندا، والتي لم تعد توربينات سيمنز بعد إصلاحها بدعوى العقوبات المناهضة لروسيا. أوضح التقرير أنه بحسب توقعات المحللين الأوروبيين، فإن خط أنابيب الغاز الروسي سيستأنف الضخ بنسبة 40%، لكن هذا لن يكون كافياً لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للخبراء، فإنهم بيعتقدوا أنه إذا لم يتم زيادة شحنات نورد ستريم، فستكون مرافق التخزين ممتلئة بنسبة 70% فقط بحلول نهاية العام. كما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يؤدي فرض حظر كامل إلى زيادة أخرى بنسبة 65% في فواتير الكهرباء في أوروبا، بحيث تصل إلى 500 يورو شهرياً.